سير اختي لهلي حرق فيك عظم على هاد الكريمه اللي وريتيني اللي تتحيد الجلد الميت وتتصفي البشره. صراحه البنات شت وجه اختي كيفاش كان وكيفاش ولا مده هادي ما شفتهاش، بقيت حاله فمي الوجه ديالها ولا بحال الطبسيل تيشعل شعيله البنات خيالك تشوفيه في البشره ديالها. السر وراتو ليا وجبتو كان جري لعندكم، في مره نوريه لكم ونوريكم السر. شوفوا تبارك الله ما شاء الله تبارك الرحمن، شي حاجه طوب تتخلي لك البشره ديالك دايره بحال شي بي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته خواتاتي والغاليات ديالي، مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد، والموضوع ديال اليوم مفيد ورائع رائع رائع البنات. روعه طوب كيرد لكم الوجه ديالكم. ها البنات اللي كيعانيو من مشاكل ديال التصبغات، من البقع الداكنه، من الكلف، من هذوك لي طاش اللي تيكونوا في الوجه معقدينكم، وبغيتوا تحصلوا على واحد البشره اللي تكون ناعمه وتكون ملسه وفي نفس الوقت ترطب البشره وتقشر منها هذاك الجلد اللي كيكون اسود وميت. اليوم غادي نعطيكم واحد الوصفه عفوا اللي جربوها بزاف ديال الناس، هي يعني جربوها جميع الخبراء ديال التجميل وعطاوها لينا واعره 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 بزاف بزاف البنات، غادي تغنيكم على الكريمات الباهظه الثمن. كنتمنى انكم تتبعوا معايا الفيديو، راه المكونات غنيه بزاف 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 بالفيتامين وغنيه بزاف بالمعادن اللي كتحيد لينا الكلف وكتحيد لينا كما قلت لكم التصبغات. كونوا على يقين انكم لا جربتوه غادي ترجعوا عندي هنا للتعاليق. بغيتكم طلعوا هذا الفيديو هذا باللايكات ديالكم وبالبارطاج ديالكم، غادي ندوزوا مباشره للتحضير ديال الوصفه باش ما نطولش عليكم، وغادي نديرها معكم على وجهي كما ولفنا دائما، وغادي نوريكم الطريقه وجميع الاسرار ديالها. غير هو ركزوا معايا على ليطاش، على ليطاش وعلى الاخوات اللي عندهم الكلف يعني تيكون يعني مستعصي ما بغاش يحيد، سواء هنا في النيف في الجبين في اي منطقه وحتى اللي عندهم الحفر. راه زوينه البنات هذه الوصفه كثر ما تخيلوا، والغريب هو المكونات ديالها ولكن راه إيفيكاس. غادي ندوزو مباشرة، قبل ذلك ما تنسوش اللايكات. أول حاجة غادي نحتاجوها كمكون رئيسي في هاد الوصفة البنات هي الروز. هنا فاش كنهضرو على الروز راه ما كنهضرش على روز كلاصي ولا شي نوع غالي أو لا، غير داك الروز العادي اللي كنديروه بالحليب اللي كيكون بحال هكذا مهرس، هو علاش كنهضرو في هاد الوصفة هادي. غادي ناخدو منو البنات واحد الكمية ديال نص كاس اللي درت أنا هنا تقريبا، وغادي نغطيو عليها بالماء وغادي نخليوها واحد 48 ساعة، يستحسن تخليوها يومين، كيولي بحال لاطاب، كيولي يعني هكذا الملمس ديالو راه بحال طيبتيه ليك على النار. غادي نوريه لكم دابا البنات، ها هو انا وجدته من قبل باش نصاوب معكم هذه الوصفة هذه. هانتوما البنات شتو تيولي بحال لاطيب، ماشي طيب بزاف ولكن المهم صافي كيرطاب وكيولي اللون ديالو بحال هكذا. سدو عليه وخليه، ولكن دابا راه سخون الحال عندكم ديروه في شي بلاصه اللي تكون سخونه بالتالي غادي يحماض ليكم. غادي نشدوها البنات، شنو غادي نديروا ليه؟ غادي نديروه في الميكسور سواء هذا او هذا، يعني الكاس العادي اللي كنصاوبوا فيه العصير. غادي نشدوه ونخويوه هنايا باش نطحنوه، عندنا الغرض اننا نخرجوا هذيك الحليب ديالو. كما عارفين الروز شحال زوين للبشره، تبعوا معايا البنات كاملات اللي عندهم الحبوب ولا اللي عندهم الكلف ولا اللي عندهم اي مشكل في البشره ديالهم. غادي نشدوها البنات نطحنوه ونكمل معكم باقي المراحل. ها هو الكريمه ديالنا حصلنا عليها ديال الروز البنات، طحنتو مزيان في داك الماء ديالو اللي بايت فيه كما قلت لكم 48 ساعه. غادي نجيبوا واحد لي بانوس البنات ولا شي تقشيره ولا شي توب ديال حياتي او لا شي صفايه رقيقه بزاف بحال عندكم دابا شي صفايه في الكوزينه، من غير هادو، هادو راه كيجيو واحد شويه كتشدوه كتصفيوه. انتما شوفوا هادي ما غاديش تصفي لينا مزيان، وحنا بغينا نحصلوا على واحد الكريمه ناعمه. انا راه طحنتو بزاف بزاف، غادي نحاولوا ندوزوه من هاد اللايبه هكذا. احسن وافضل باش ندوزو غير الكريمه، ما غاديش نزيدو فوقها شي حاجه، يعني شي حاجه مفرشه ما تكونش. شتو راه طحنتو انا بزاف، هانتو شتو. هانتوما البنات كما شفتو معايا عصرتها مزيان تحصلنا على هاد الكريمه هذه، ويستحسن كما قلت لكم ديروا ليبه. شنو غادي نجيبو دابا البنات؟ غادي نجيبو الزرع.
وما أدراك ما الزرع، راه شي حاجة فعالة في إزالة الكلف والبقع السوداء والداكنة، راه كيصفي لينا البشرة وراه غني على التعريف، لا بالنسبة للفوائد ديالو الغذائية ولا حتى الهكا كما قلت لكم كيصفي لينا البشرة وبزاف ديال الفوائد. عطيتكم به مثلا، عطيتكم الحريق ديال النبولة كيفاش كنعالجوه بهذا، المشاكل ديال البروستات، بزاف ديال الحوايج عطيتهم لكم به. غادي تاخذوها البنات هكذا وغادي تنقيوه وغادي ديروه في الميكسور اللي كنديروا فيه العطريه. غادي نديروا تقريبا هنا جوج معالق عامرين، جوج معالق البنات كبار. هنايا البنات هذاك الكريمه ديال نص كاس ديال الرز راه ما درتهاش كامله، انا عندي شويه هنا خليته ملي عصرته بليبه خليته هنايا، في حاله الا خصني غادي نزيد. شنو غادي نديروا البنات؟ غادي نطحنوا هذا الزرع ديالنا مع الحمص. الحمص البنات غادي تقولي لي واش بالملح؟ طبعا بدون ملح، هنا تنهضروا على الحمص يكون خضر. غادي تاخذوا مني حتى هو جوج معالق البنات، غير تبعوا معايا في الوصفه مزيان، راه غادي تحصلوا على نتائج مبهره كما عطيتكم الوصفه ديال بيض السمان ووافقتكم. حتى هذه ان شاء الله راه روعه، والمكونات كتهضر على نفسها وكتشكر نفسها. غادي ناخذوا هذه الكريمه البنات غادي نحطوها على النار، ها هو كلشي حدايا هنايا، وغادي نقصوا عليها ويدنا فيها بالتحراك حتى نحصلوا على واحد الكريمه ما هي عاقده بزاف ما هي شويه، ما غادي نديروا لا نشا لا غير ذلك، فقط غادي نخدمو غير بهذا الشيء هذا اللي غادي نوريكم دابا. هنا يا بنات كما شفتوا معايا بديت كنغربل في هذاك الحمص مع هذاك الزرع، خاصني ما يدوش ليا شي حاجه حرشه باش الجلد ديالي ما يتاثرش. طبعا يكون عندي واحد الكريمه بحال شريتها راه تزيديها ماده حافظه طبيعيه، نقولها لك من هنايا من احسن الكريمات. اشنو غادي نديرو دابا في الميكسور؟ غادي نديرو هذا المكون البنات اللي هو قشور البيض. قشور بيض بلدي هنا باش ما تسولونيش في التعليق، هذا راه بيض بلدي، وما ديروش ديال نهارو باش ما يكونش فازق من هنا، ضروري انه يكون ناشف، وديك الفكره ديال نحمرو بلا ما تذكروها، ما تحمروهش ما يتعرضش للحراره، يبقى بحال هكذا البنات. قشور البيض عندهم فوائد كثيره وسبق ليا ودرت معكم بهم فيديوهات، ولكن ازاله الكلف راهم ايفيكاس والطوب ديال الطوب البنات. انا درت هنايا تقريبا القشور ديال 4 بيضات، وانتوما شوفوا شحال بغيتو ديروا، تشوفوا الكريمه شحال خرجت ليا، وانتوما ديك الساعه اللي بغيتو تخليوهم ناشفين فين ما خصك تخلطي ما كان مشكل. غادي ندير معاهم هذا هاد الشويه اللي بقى لينا هنا باش هكذا نطحنوا كل شيء في مره، ونعاودوا ليه الطحين حتى نحصلوا كما قلت لكم على واحد البودره ناعمه. دابا البنات غادي نجيبوا هذيك الكريمه اللي صاوبت، شوفوا ملي كنديروها على النار كتولي بحال درتي فيها نشا، هي ما فيها لا نشا لا والو، راه غير داك الماده اللي كتكون في الروز كتخرج كتعطينا هذه الكريمه بحال هكذا، علاش؟ لانه ترقد واحد الفتره كافيه. شنو غنديروا دابا البنات؟ غادي نبداو نهزوا من هذا الخليط، راه بامكانكم تخليوه ناشف بحال هكذا وتبداو تخدموا منه. غادي نديروا منه هنايا تقريبا 3 المعالق ونخلط، ولا خاصني الماء الروز راه باقي عندي في القرعه، خاصني هذا النواشف هما حدايا، صافي هكذا ديروا لي الخدمه باش تجيكم ساهله. غادي نجيبوا شي اناء اخر من الكاسروله ونديروا فيه الوصفه ديالنا هكذا باش يبان لكم شنو كندير مزيان. بالنسبه للاخوات اللي كنشف لهم الروز الوجه ديالهم، غادي ديروا زيت الكوكو. زيت الكوكا البنات ها هي، خذوها من البارافارماسي البنات من الاحسن، هذه النسخه غادي نديروا شويه اخرى من الاحسن. ديروا زيت الكوكو لحد هذا الروز باقي سخون كيذوب بالزربه، فهمتوا البنات؟ صافي هكذا وغادي نشدو نبقى ندوبوها. البنات اللي كينشف ليهم الروز البشره ديالهم ما تخافوش منها، ينشف لكم هنا. اللي ما تيتوفروش على زيت الكوكو كيديروا زيت الارغان، حتى هي مزيانه لهاد الغرض. زيت الكوكو تتعطي واحد الريحه واعره 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 البنات بزاف. حاولوا ديروا شي حاجه اصليه، الزيوت يا اما اصرهم يا اما خذوهم من البارافارماسي بعدا شويه، هانتوما البنات حتى كتحصلي على واحد الكريمه ماشي ثقيله بزاف ما خاصهاش تقال. لا خاصني الماء الروز كنزيدو هكذا صافي، وكنشدها كنطبقها على وجهي ونخليها حتى تنشف. انا غادي نطبقها معكم دابا بنتي. هانتوما بنات
انا خلطتها، كنزيد الروز الماء ديال الروز عفوا، وكنزيد من هادوك حتى حصلت على هذا القوام هذا، والريحه ديالو كتهبل والقوام ديالو كما شفتوا كيجي بحال هكذا. صافي غادي نخليوه هكذا حتى كيبرد شويه، وتنبداو تنطبقوه على الوجه ديالنا، على العنق، على اي منطقه عندك فيها السواد، واخا تكون هاد القبضه اليد حتى المرفق، اي بلاصه كتبان عندك وعندك فيها السواد بداي تطبقي عليها هاد الوصفه هذه بحال هكذا البنات. ها باقا دافي عندي هنايا، درته وحسيت بالسخونيه حيت الجو سخون. كنشدوها البنات وتنبداو كنطبقوها الجبين على اي منطقه عندنا فيها الكحوليه، نديروا ليها هذه اي منطقه. البنات اللي تيعانيو من التصبغات ديال العنق، يعني مساكن تيعانيو بهم بزاف حتى تيدير لهم دوك الحزات، ديروا هذه وردوا عليا. قشور ديال البيض راه افيكاس، عندك الزرع، عندك الحمص، شوفوا المكونات البنات وقولوا لختكم شنو قال لكم. ها صافي هكا كديروا، ما تخليو حتى شي بلاصه ما ديروش ليها، راه كينقي البنات وكيصفي. انتم بنات بعد ما طبقتو على وجهي غادي نخليه تينشف، يعني ملي ينشف بعدا فاش كتطبقيه بقى ديري بحال هكا باش تجيك واحد الطبقه كريميه ورقيقه هكذا، يعني كاع دوك الزوائد زوليهم من بعد خليه تينشف. ملي ينشف لا بغيتي تزيدي الطبقه الثانيه وديري ماسك نيت، زيدي الطبقه الثانيه وخليها ثاني تتنشف عاد باش نوريكم الطريقه باش تحيدو ونشوفوا النتيجه مع بعضياتنا. ها انتم البنات انا عاد كي غسلت وجهي غادي نمسحو قدامكم، انتم شتو على لمعان، شتو البشره ديالك كيفاش كتولي نقيه تبارك الله كتبري، يعني نقا 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 نقا. لا بغيتي نقا تبعي هذا الماسك هذا، راه كينقي البشره وكيرد لك هاد البلايص هادو اللي كيكونوا فيهم لي بوان نوار اي بلونش، كيرجعوا ملسين، ما كتبقاش عندك ديك الحروشيه. علاش؟ لانك كتقوميه. هذيك القضيه اللي وريتكم في الاخر ديال انكم تحطوا الصبعان ديالكم بربعه في هذاك البودره ديال داكشي اللي طحنا وتبقاو كدوروا بها هكذا بشكل دائري، راها زوينه بزاف 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 وكتولي بحال مدوشه. شوفوا الوجه ديالكم راه كديروا ليه سوان فيزاج فابور بلا فلوس بلا ريال بلانسو. انتم شوفوا تبارك الله كيعطيكم واحد النتائج رائعه. كنتمنى انكم تجربوه وتداوموا عليه ولو كان غير جوج مرات في السيمانه، اللي ما قدراتش غادي ديروا مره في السيمانه، واللي عندها الكلف المستعصي ديروا يوميا، راه ماشي شي حاجه صعيبه. وبالنسبه لهذا اللي مخلط راه غادي يبقى عندكم مده ديال 48 ساعه صافي، يعني وفي مكان بارد فاش تبغيو خرجوه واحد شويه عاد باش بداو تستعملوا فيه. هذه هي الكميه اللي خلطت وخليت ادي انا النواشف باش هكذا مره اخرى نلقى ما نخلط. شكرا لكم البنات، كنتمنى انكم تكونوا درتوا لايك، واللي باقا ما درتهاش تنزل ديرها واستناوني في اللايف. مرحبا بكم مع 8 حتى لتسعود كاع، مرحبا ومليون مرحبا. الاسئله ديالكم غادي نجاوب عليها بكل فرح، والى اللقاء الى فيديو قادم بحول الله.